في حفل بهيج اختتم النادي الأرثوذكسي العربي في بيت ساحور مخيمه الكشفي السنوي بحضور عدد من المسؤولين في محافظة بيت لحم وقيادات كشفية محلية وجمع كبير من أبناء المنطقة. وقد ألقيت خلال الاحتفال العديد من الكلمات التي عبرت عن امتنانها بإقامة هذه المخيمات التي يتجسد فيها حب العمل التطوعي. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. اختتمت مجموعة النادي الأرثوذكسي العربي بيت ساحور مخيمها السنوي 40 والذي أقيم على أرض دير الرعاة في مدينة الرعاة، حيث استمر هذا المخيم لمدة 9 أيام. وكان قد حضر حفل الافتتاح كل من قدس الأب إغناطيوس الوكيل البطريركي في بيت جالة، والأب سابع عواد، والقس منذر إسحاق، ورئيس بلدية بيت ساحور الدكتور الياس سعيد، ورئيس الهيئة الإدارية للنادي الأرثوذكسي الأستاذ رائد الأطرش، والقائد خليل فرهود عضو المكتب التنفيذي لجمعية الكشاف، والمفوضة القائدة عيدة بابون، وممثلي قادة المجموعات الكشفية في المحافظة، والأستاذ جوزيف حزبون ممثلا عن البعثة البابوية، وممثلي المؤسسات والجمعيات والجهات الداعمة للمخيم، وعدد كبير من أهالي المشاركين. تخلل حفل الاختتام الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء والنشيد الوطني الفلسطيني، وكلمات ترحيبية من قائد المجموعة القائد جريس قمصية، والذي أكد على أن هذا المخيم وبرغم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة إلا أنه يزيد من عزيمة الشباب في التثبت بالأرض والاعتماد على النفس، فالحياة الكشفية لها مبادئ وقوانين وواجبات نحو الله والوطن والإنسان، فشباب اليوم هم قادة المستقبل. نحتفل اليوم باختتام مخيمنا التدريبي 40، هذا المخيم الذي قيم هنا على أرض حقل الرعاة، هذه الأرض المقدسة التي شهدت قبل أكثر من 2000 عام البشارة بميلاد السيد المسيح. في هذا العام بالرغم من كل الظروف وكل الألم والمعاناة التي يعيشها شعبنا جراء استمرار هذا الاحتلال البغيض وهذا العدوان الهمجي على أهلنا في قطاع غزة وكافة أماكن تواجدها، إلا أنه كان هناك إصرار من قبل القيادة الكشفية والأفراد على إقامة هذا المخيم، إذ أن هذا المخيم يأتي في سياق تنمية الروح الوطنية لدى الفتية والفتيات المشاركين وتدريبهم على العمل التطوعي والعمل الجماعي وحب الله والوطن. ومن هذا المنطلق يأتي هذا المخيم أيضا ردا على كل سياسات الاحتلال في محاولة لتهجير شعبنا ولطمس قضيتنا الوطنية الفلسطينية. هذا المخيم هو تثبيت لوجودنا على هذه الأرض المقدسة. هذا المخيم شارك به تقريبا 500 من أفراد المجموعة، هذه المجموعة التي تعتبر الأكبر والأنشط على مستوى الوطن وأيضا ممكن أن تكون على مستوى الوطن العربي، إذ يشارك سنويا في هذا الحفل في هذا المخيم قرابة 500 من أفراد المجموعة أشبالا وزهرات كشافة ومرشدات جوالة وملجدات. المخيم عمل على تطبيق نظام الحركة الكشفية من خلال نظام الطلائع وتدريب الفتية والفتيات على العمل الجماعي والعمل التطوعي وعلى الاعتماد على النفس وعلى تنظيم حياتهم من ناحية كشفية لكي يكونوا يعتمدوا على أنفسهم في كافة مناحي الحياة خلال إقامتهم في هذا المخيم. ابتدأ الحفل بدخول المشاركين من أبناء المجموعة الذين تجاوز عددهم 500 مشارك، وهو العدد الأكبر في تاريخ المخيمات الكشفية. كما تخلل حفل الاختتام الذي اقتصر فقط على كلمات من رئيس البلدية ورئيس النادي الأرثوذكسي، توزيع الباجات على المشاركين والأدرعة لكل من ساهم ودعم إقامة هذا المخيم. وفي النهاية تم إنزال العلم من عن السارية التي توسطت أرض المخيم بمراسم كشفية بحضور القادة والأفراد والمدعوين.
للنورسات مارلين الحدوة من أرض المخيم حقل الرعاة بيت ساحور.